اليوم رح أحكي عن العيلة، لأنه بالدراسات أو الإحصاءات بتفرجي أنه للأسف العيلة هي بتكون من أكبر الأسباب اللي بتأدي للطلاق. هلأ ممكن العالم اليوم ينصدموا. عم تقصدي أي عائلة؟ الأهل. الأهل، أهل المزوجين، أهل وأهل، أهل والأهل، يعني الأهل من الميلتين. ليه؟ لأنه رح نحكي أكتر ليه، لأنه صعب علينا نحن كأهل. يعني هلأ كانوا عم بيحكوا قدي التربية بتأثر فينا، سو نحن نقلنا إيه ونقلنا لا، نحن مأثرين بالطريقة اللي تربي، حتى الدي ان ايه تبع اهلنا اخدينه، الكاركترستيك تبع اهلنا اخدينه، وكل شيء شايفينه بالزواج بقلب البيت انطبع فينا. سو اول شغلة انا بنصحها لكل كوبل يعرفها، اذا ما عرف من وين اجا ما رح يعرف لوين بده يروح. نحن اخذنا زواج هلا وبدنا نمشي بهيدا الزواج، اذا ما عرفت انا من وين جيت ما رح اعرف اوصل بزواجي محل ما انا لازم اوصل. مشان هيك اول شيء بنعمله انه بنرجع بنشوف، لانه هول لنقول انت وماريان جايين بس باللاوعي تبعكم جايبين اثنين موديل للزواج، اهلك واهلها، وحاطينهم معكم بالبيت من دون ما انتو نعرف تعرفوا الاشياء اللي بتحبوها والاشياء اللي ما بتحبوها موجوده معكم بالزواج. مشان هيك اول شغله بنعملها انه نقعد ونسال. في 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 اسئله كثير مهمه نقعد نحكي فيها ككوبل. يعني اول شغله اسالها اثنيناتكم بتجاوبوا عليها، شو الاشياء نقاط القوة اللي المام عندها اياها؟ وشو نقاط القوة اللي داد عنده اياها؟ شو نقاط الضعف اللي المام عندها اياها؟ وشو نقاط الضعف اللي داد عنده اياها؟ بعدين شو نقاط القوة اللي بتشوفيها بأم رواد؟ شو نقاط الضعف؟ وشو نكتب اوكي ونتناقش مع بعض. بعدين بنحكي عن الزواج، شو الاشياء الحلوه بزواج اهلي انا جايبتها معي او شفتها حلوه، وشو الاشياء اللي مش حلوه انا شايفتها او ضعف فضل ما اجيبها معي، رح نقول ضعف. سو هيدي المواضيع اذا بنحكي فيها ككوبل مع بعض وبنفهم نحن من وين جايين. هلا مش يعني لهت، لانه رح تلاقي بوعد الاوقات كل شيء رواد قال لك لتسي انا ما رح اعمله حلو. من بيي بتلاقيه عم بيعمله. سو اخر شيء بدك اياه تقولي له انت مثل بيك او عم تتصرف مثل بيك، لانه نحن ما بدنا نشارك نقط الضعف اللي حاملينهم معنا تنهد البعض بالاخر. نحن بدنا نشاركهم لنتعلم شريك حياتي من وين جايه، واتعلم شريكه حياتي من وين جاي لاقدر نساعدهم. سو انا كثير بقول كثير مهم هلا دور احكي مع الاهل. الاهل بدورهم نحن طبيعي، انتو ام وبي، سو طبيعي العطاء، طبيعي الاهتمام، طبيعي النصائح وهيك. ولكن كثير في صعوبه، بقول دائما بصير في صعوبه بالاهل بانه يتحول الولد من الولد للبير ل مثله لصديق او نظير، او هو صحيح بعده ابني او بعده بنتي، ولكن تحولت العلاقه من ام وبنتها لاذا بدك اصدقاء او شركاء او متساويين. كثير صعب الاهل يعملوا هيدا الانفصام. انا بقول هيدا الفصل كثير عم بيكون صعب على الاهل وخاصه الام. يكون هيدا الفصل وخاصه مع الشاب الانفصال عن ابنها. ليه؟ لانه بابنها بتكون عم بتشوف كل شيء هي يمكن كان عندها اي نقص بزواجها بتاخده من ابنها الولد. يعني سو الولد بيعود عليها اذا بدك النواقص اللي كان عندها اياها بزواجها هي. وبلس لانه الرجال بيحب الاهتمام والام بتطعمه وبتهتم وبتسال وبتخدم، سو دائما بيكون في مثل نقط ضعف بهذا الموضوع. سو لان اوقات الاهل، في اهل عن عدم معرفه بيستغلوا هيدا الشيء، وفي أهل عن أنانية عمداً بيستغلوا هيدا الشيء، وفي أهل الاثنين مع بعض. سو ما بدنا نقول إنه في بس كاتيجوري معينة بيقعوا فيها الأهل، ولكن هيدا الشيء. والولد لو قد ما أنتوا بتقولوا انفصلنا عن أهلنا، كلنا جوات قلبنا بتكويننا بدنا نرضيهم. سو أوقات الأهل بيستغلوا هيدا الشيء لأنه هن بيعرفوا، هن مربينا، بيعرفوا نقاط ضعفنا، بيعرفوا كيف وين نحن من ممكن نكون عم نتأذى. وعن قلب طيب، برجع بقول عن قلب طيب. سو كتير مهم الموضوع متوجه لاثنين، متوجه للولاد ومتوجه للأهل. نقدر نفهم نحن من وين جايين ونفهم لوين بدنا نروح وكيف التعامل بالكوبل مع بعضه. هلا اللي بدي أقوله إنه ما في كومبيتيشن. كتير مهم نفهم، أوقات كتير بتوقع الست، يعني بيصير في منافسة بين الزوج والبي وبين الأم والزوجة.
يعني عم تحكي الزوج وبي مرته وبي مرته والزوجة مع أمه. ما في مجال للمقارنة، يعني حرام نحط حالنا أصلاً بهيدا المستوى، لأنه حب الأهل لأولادهم توتلي مختلف، بس ولا شعورياً بصير في مقارنة. أوكي؟ مشان هيك نكت كتير والعالم تحكي عنا الحما والكنة وال... بس للأسف هيدا كمان ما ساعد. نحن لازم نغير هيدي الصورة، لأنه بالعكس كل واحد عنده حسنات وسيئات، إذا تعلمنا كيف نتعامل مع بعض كعيال. لأنه مش سهل، أنا اليوم أنجا قادرة أحمل الزواج، بس أنا مش بس عم بحمل زواجي، أنا عم بحمل عيلتين، يعني عم بحمل عائلة جوزي، هو عم بيحمل عائلتي، وأوريدي نحن بعدنا مش عم نعرف كيف نتواصل نحن مع بعض. كيف بدي أفهم أنا على عائلتك وأنت تفهم على عائلته؟ سو هيدي المرحلة شوي صعبة. أنا بقول لازم بدها تحضير، بدها نفهمها، وبدها اثنين يكونوا واعيين عليها.